دعا العميد إدريس أبو خمادة آمر حرس المنشآت النفطية التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية إلى طلب حماية دولية عن طريق فرض حظر الطيران فوق الموانئ النفطية. وجاء هذا الطلب على إثر قصف مروحيات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر لمنطقة راس لانوف ضمن معركة الهلال النفطي. قصف وأعمال تخريبية تطال منطقة الموانئ النفطية التي تعتبر أحد أهم المناطق من ناحية الاستحواذ على مقدرات البلاد والإمساك بالاستثمارات النفطية، من شأنها أن يزيد من تأزم وضع الاقتصاد الليبي.